طيب قال يا شيخ لماذا تمنعون من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المنعه؟ من المنع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ آثار النبي صلى الله عليه وسلم زي عرقه وشيء من شعره أو بثيابه أو ببصاغه أو بفضلة ماء وضوئه أو بفضلة ماء غسله بجوز كله، لكنه ينهي. عندك عرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك شيء من ثيابه؟ العلماء قالوا لم يبقى من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء. عشان ما أي واحد يقول شك، قبل فترة في هناك في أبو آدم واحد جاب له شعره، قال دي شعرة الرسول. قال كذابين جايبيننا يا زول بصندوق وفي المطار هيلمانة وجماعة جارين قدام وناس ورا وموكب عظيم، قال دي شعرة الرسول. بالله يا كذابين، شعرة الرسول اللي قلتها وين؟ ما في، ما بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كلها ما في الآن. طيب الموضوع بتاع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ده واضح. زمان الصحابة كانوا إذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة أو بصق أو فضل شيء من موية وضوء، الواحد منهم بيشيله ويمسح بها وجهه كويس، والعرق بتاعه أم سليم بنت ملحان ودي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أكان ببيت بقيل عندها، مش بيت قيل عندها في بيته، ينوم لما ينوم بيعرق بتشيل العرق بتاعه بتكبه في 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 إناء وتطيب به طيبها. العرق بتاعه بتكبه في شنو؟ مش في جسمها، في الريحة، عشان تريح به والريحة بتاعتها كويس. ده يا اخواننا بجوز ما في مشكلة كان لقيته، لكن ده انتهى زمان ما في. هم طبعا الموضوع ده نكلمك النصيحة، هم ما دايرين هسه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عارفينه ما في، ما في عرق بقعد ده 1400 سنة، هم دايرين عرق أبوك الشيخ، ده موضوعهم كله. أنا عارف الموضوع ده كويس، عرق أبوك الشيخ ده بطينك والله يملاك بلاوي، اللي بيدخلك في في بلاوي زي دي شنو؟ في عندك دليل على إنه يتبرك بعرقه وبزاغ الشيخ؟ تمشي يبزغ لك في كورة وتشرب وتوزع على ناس الحلة؟ يجي يبزغ لهم في البراميل بتاعت الموية، توف 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 توف، يبزغ في البراميل يقول لك بركة بركة يا مولانا، بركة هنا ده بزاغ، ما في بركة هنا. ما في أحد عنده الحق الشرعي إنه ولا عنده بركة في جسمه. يا أخي الصحابة ما فعلوا مع بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا مع عمر بن الخطاب، ده الأفضل اثنين في أمة محمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم ولا معهم. ده الناس سباقين سبقوا إلى الجنة. عمر بن الخطاب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه، قال أول من يؤتى كتابه بيمينه عمر. قالت عائشة رضي الله عنها، وأين أبي يا رسول الله؟ قال إن أبا قد زفته الملائكة إلى الجنة، كتاب ذاته ما في. ديل ديل يا أخي ما يتبركوا بعرقون، تين يتبرك لنا بعرق فكي فكي، لو ستة يوم ما استحمى نين إحنا نتبرك بعرقو؟ نبقى نحن وسخانين وسخ ورمامة علينا؟ لا في بركة وتبقى وسخ ورمامة، ده ما بجوز. أعرف ده ما بجوز، وإنت لو عملته تكون ارتكبت محظورين. المحظور الأول كونك أنت تبركت بما ليس فيه بركة، المحظور الثاني كونك أنت تعاطيت خبيث من الخبائث، لأنه الخبائث ذات حرام، ربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. زول ما استحمى يا أخي لو زمن أنت تتبرك به، ما شفتهم شعرهم كيف؟ شعر نافشه لفوق، واحد جايبه بيجاي وتلقى صار لك عينه، يا زول في شنو؟ ده ما بجوز. نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.